هاي، اخباركم ايه؟ انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كله كويس. ايه الفستان العظيم للعروسه وفستان مامه العريس والعظمه اللي احنا شفناها دي كلها؟ ربنا يخليكم، يعني ميرسي قوي على الكلام اصلا اللي انتوا بتقولوه، انا سامعاك، فثانك يو سو ماتش. ده يعني اقل حاجه، أقل يعني بعد ما شفنا التصاميم الرائعه، تصاميم ملوكيه كانت، يعني ممكن اسميها سمبل قوي ملوكيه كمان. فيها نعومه بنفس الوقت، فيها حاجه كده بتحسيها ملوكي، فيها كلاسنس. طب قولي لنا يا رنا، اول حاجه انت عملتي الفساتين لجينيفر وبرده مدام نصار، ازاي؟ مين كلمك؟ مدام ايمان هي اللي كلمتني. وهي كان كل همها دايما وكل كلامها معايا دايما ان هي عايزه تدي الاوبورتيونيتي للايجيبشن ديزاينرز، وعايزه انها شايفه ان احنا عندنا بوتنشال كبير قوي. احنا عارضين الصور اهو وانت بتتكلمي، يعني كملي كلامك، بس حبيت اقول لك احنا عارضين الصور عشان برضه يكون واضح للساده المشاهدين. اتفضلي. وشايفه ان شغلي upon the quality، وحاسه انه هي عايزه تديني الفرصه دي، انه الموضوع ان احنا نشتغل على الحاجات دي مع بعض. وكان الفكره كلها، انا كنت في الاول ابتديت بالفساتين بتاعت مدام ايمان. دي كان اول حاجه. ده كان اول شغل بتشتغليه مع مدام ايمان؟ ده كان اول مره. اوكي. يعني واثقه فيكي ومدخلاكي، وحتى اصلا مش مجرباكي من قبل. كان في تصاميم يعني من قبل كده؟ ده حاجه حلوه. لا، ما كانش فيه قبل كده، دي اول مره. دي كانت اول مره. طيب. فكان تشالنج طبعا، كان تشالنج كبير قوي واوبورتيونيتي، يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب حابين يعني بصي برضو خلينا نعرف اكتر عن فستان جينيفر، ايه المواد اللي انت استخدمتيها؟ وهي مثلا كانت طالبه حاجات معينه مثلا في الديزاين عايزاها تتنفذ، ولا لا يعني انت عرضتي عليها الفكره الاول؟ هقول لك، بص، هو قبل كتب كتاب بقالنا كملناش اسبوع 10 ايام، مدام ايمان لقيتها قالت لي رنا اي نو يو ريسك تيكر، انت بتحبي المغامره وكده، وانا واثقه فيكي، انا عايزاكي تشتغلي على فستان كتب الكتاب للجنة. طيب رنا اتفضلي. فكان المهم عندنا انه ده حاجه لكتب الكتاب اسلامي، فلازم تبقى حاجه كونزرفاتيف، حاجه upon the quality، very fancy and royal زي ما انت قلتي، كلاسي، سوفت، لان هي شخصيه فيري سوفت، زي لو كنتوا كمان شفنا اكيد. شي سو كيرنج للحصنه وكده، ف فيري نوبل يعني. بس يوجوالي كل الاجانب بحبوا يروحوا للحاجات السيمبل اكتر من ان احنا العرب، فده كان بالنسبه لك حاجه صعبه انه انت تقدري تعملي حاجه مش متعوده عليها؟ لانه انت متعوده اكيد كل العرايس اللي بيجوا لك كلهم بيكونوا عاوزين الفساتين الكبيره، بيركزوا قوي على الشك هنا في العالم العربي يعني، اما بره كله بحب الاسس، الستان، السلك، الحاجات الفيري سمبل، فده كان صعب ليكي انك تعرفي تعملي حاجه زي دي؟ بصي، هو التشالنج نفسه ان انا كمان مش عارفاها، فازاي ابقى مش عارفاها واقدر ان احنا نوصل لحاجه. بس طبعا مدام ايمان ساعدتني كتير ان انا ازاي اقدر اوصل لشخصيتها واقدر اوصل للي المفروض يكون عليه. بس الذوق عامه، بصي، لما الديزاينر عامه المفروض يعرف يتكيف ويعرف ازاي يبقى يعني مالتيبل بيرسوناليتيز، ويقرا اللي قدامه وازاي يقدر يوصفه. صح. ودايما بقول ان الفاشن ديزاينر ده زي النحات بالظبط. فبالعكس، لا يعني انا، وبعدين انا لو كنتوا شفتوا كمان بقيت حاجتي، هتلاقوا دايما بميل للحاجات، حتى الشك والتطريز عموما بميل ان من نفس روح الفساتين، من نفس الوانها، ما تحسيش ان في حاجه قد او حاجه جامده قوي او حاجه اوفر، حتى لانه احنا دلوقتي شايفين كمان سكتشز على السكرين، عم نشوف حتى السكتشز لما تكون في حاجات معجقه شوي او في حاجات كتيره برضه عم بتميل لسمبلسيتي اكتر. بالظبط، يعني حتى في فساتين مدام ايمان احنا كان كله انسبايرد من الحضاره الفرعونيه، وكان التشالنج عندي ان ازاي اوصفها للناس بطريقه عمرهم ما اعتادوا عليها. دايما اول ما بنقول حضاره فرعونيه بتروحي دايما للذهبي. صح. كان بالعكس، انا قعدت اذاكر التاريخ بتاع الكاستم في الحضاره الفرعونيه، ولقيت ان في الوان احلى كتير جدا احنا مش عارفينها، اللي هو الرويال بلو، غير الرويال كمان، الرويال بلو، الاكوا بلو، البرونز، الروز جولد، البيربل، الاميرالد جرين، كل دي الوان موجوده حقيقيه. لما حتى بيرجعوا يلونوا دلوقتي المعابد بتلاقي الالوان زاهيه جدا. فمنا مثلا للتطريز بالخيوط اكتر من البيد. اوكي. ودي كانت تشالنج كان حلوه قوي، ان احنا زي مثلا صوره الجعران
ازاي؟ سوري بس ده كله كان تطريز ايد؟ يس يدوي كله. اوكي ان شاء الله. لا لانه شايفين ديتيل صغيره كده يعني دي ما بتتعملش على مكن. لا 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 كله كله كان تطريز يدوي وعلى النول، وكان احنا بنرسم يعني كنت برسم ديزاين للتطريز من اوله جديد ونبتدي ان احنا نشفه عشان نقدر نطرزه بالطريقه اللي احنا عايزينها. حتى الاكسسوارز في حاجات عملنا لها اكسسوارز عشان تتلبس. لسه وكلنا بنقول والله شكله حلو قوي. ثانك يو. جديد جديد يا رنا ما شاء الله عليكي. بس رنا بصي هو انا معلش بقى الموضوع داخل عندي كده في حاجات شخصيه، يعني ان السيده ايمان نصار تكون هي اللي بتعمل او بتشرف على الفستان بتاع العروسه وهي كمان اللي بت بت بتوجهك او مثلا بتقول لك عايزين نعمله بالشكل ده او بالشكل ده، دي شكلها شخصيه مصريه قويه قوي. بص هي مش بتقول عايزينه بالشكل ده، لا هي طبعا بترجع لها هي يعني سايباك هي حلقه الوصل بينا لانه كان الوقت ضيق جدا. انتوا ما اتعاملتوش دايركت مع بعض خالص؟ لا 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 خالص بالعكس. فاهو ده التشالنج ان انا كنت بتوصف عن طريق مدام ايمان، بس هي كانت حلقه الوصل فهي بتوصل لها. أيوه. وبترجع تقول لي فبتجيب. بس هي ككاركتر ان جنرال طبعا شخصيه قويه جدا فيري فيمينين وبعدين صاحبة رؤية وعندها ديتيل اورينتد بشكل كبير. انا اتبسطت جدا جدا ان انا اشتغلت معاها لانه كنا بنبص على كل صغيرة وكبيرة وكل همها دايما رنا احنا الحاجات دي عايزين نكبر اسم مصر لما الناس تشوف الحاجة. عايزين نخلي انه يقولوا لا المصريين دي كان دوت بجد بجد والله كان ده فعلا دايما على وده اللي ده اللي ده اللي حصل بيتهيألي يا رنا. وكمان ان في العادي العروسه هي اللي تبقى عايزه تختار المصمم او المصممه للفستان او لحتى للفرح عموما، لكن ان حماتها هي اللي تختار لها ده وتبقى همزه الوصل زي ما بيقولوا. خلينا نقولها بطريقه ثانيه، هي اقترحت عليها وهي شيء اجريد يعني قالت يس يعني بس دايما هي بتقترح وبتوريها وبترجع بالابروفل بتاعها. رنا انت عم بتقولي انه ما كنت ما شفتيهاش، ازاي كنت تعمل الفيتنجز؟ ما عملناش فيتنج. ما عملت لا ازاي؟ لا فهميني بقى دي لا ثانيه واحده بقى دي ازاي ظبطت معاكي؟ ما خدناهاش دي ازاي ظبطت معاكي؟ بعتيه كامل مخلص كامل مقفول كل حاجه فيه خالصه؟ يس وتعمل سمول الترنيشن بسيطه كده. طب يعني هناك يعني هل مثلا كان في اي سامبل مثلا لاي حاجه السايز او اي حاجه تقدري تظبطي عليها ولا عرفتي ازاي الموضوع؟ هقول لك الستايلست بعتت المقاسات اوكي بناء عليها احنا نفذنا موك اب اوكي ابروف اشتغلنا عليه. لو حاجه حاسين ان المقاس فيها حاجه مش منطقيه او لا عشان احنا طبعا احنا بنشتغل بسنتيمترز هم بالانش فاوقات بيبقى في حاجات مختلفه بنرجع نعيد عليها. ولما اتعمل الالتريشنز اي حاجات اتطلب فيها تعديل او كده كان في حاجه وبعتناها تاني في الالتريشنز بسيطه كدورانات اتعملت هناك. طيب رنا قولي لنا ايه الفيدباك اللي جالك على الفساتين غير منا؟ يعني احنا شفت الفيدباك بتاعنا. ايه الفيدباك اللي جالك؟ انا نمت صحيت اتخضيت بس از ماتش از اتخضيت بس كنت مبسوطه جدا لان شفت كم حب من الناس غريب انا ما كنتش متخيله. وحسيت ان الناس كلها يعني فخوره بيا كاني بجد اختهم. ايوه اكيد طبعا يعني اللي عارفني واللي مش عارفني يعني احنا نفسنا ممكن يعني هم صاروا بالاخير عم بيحكوا مثلا المصممه المصريه قالتي انت يعني انت برضو انت نقلتي اسم بلدك معاكي مع الفستان اللي عملتيه. بصوا يعني انا عايزه اقول لكم من اكتوبر لغايه النهارده انا طبعا ما كانش بيقدر ان انا احط اي حاجه او اتكلم او كده غير upon approval. فطبعا اول ما بدا الكلام انه خلاص to be published over the press يعني فبدات بقى اللي هو مش قادره ادرك الموقف بس انا سعيده يعني مش عايزه طبعا. طيب يعني رنا برضه انا عايز اعرف منك بما انك بنتكلم عن الحته دي فرق معاكي بقى الموضوع ازاي؟ يعني ايه خلاص عرفنا الفيدباك الناس كلها مبسوطه وكلنا طبعا فخورين بحاجه زي دي، لكن برضه عايز اعرف فرق معاكي انت شخصيا ازاي في شغلك هنا بقى في مصر؟ يعني هل مثلا فرق معاكي في خطوات؟ فرق معاكي اكتر انك اتعرفتي مثلا اكتر واكتر؟ هل بقى في شغل اختلف بطريقه معينه؟ يعني تقدري تقولي لي ايه؟ بص هقول لك انا كنت دايما في تشالنج انه دايما بقول انا عايزه اشتغل بكواليتي يعني انا بحب الفاشن حب غريب وزي ما قلت لك بحس ان انا بنحت
فببص الاصغر يعني لو حد جه قال لي لا ما هو الملي ده مش باين، لا ممكن اعيد الشغل كله على فعلا حرفيا. أيوة. ملي وببقى تعبانه ديتيلز قوي، ده حلو قوي. فكنت بتعب جدا على شغلي واحس انه لا لسه لا لسه. لما فعلا ده حصل، ومن اول يوم هي مدام ايمان جت اتكلمت معايا حسيت ان تعبي طلع صح، يعني ان انا ماشيه اون ذا رايت تراك. دي اول حاجه، لانهم عم ياخدوا بالهم من التفاصيل جدا. يعني بصي بقى زي ما قلتي انه الحاجه بتاعتهم فيري سمبل بس فيري تشالنجينج، لانه فيها ديتيلز كتيره، كل حاجه صغيره هتبان فيها. كل غلطه هتبان. احنا عندنا ممكن حاجات في التطريز لا هداريها بالتطريز، لا ده لا. ايوه بس حلو كده، يعني تعملي كل حاجه والفينشنج تكون بيرفكت، يعني احسن. لا ومن غير من غير ما بطلت تاخد بالها من التفاصيل الصغيره زي ما انت بتقولي، بتعدل عليها، بتزيد تطريز فوق اي حاجه مثلا مش ظابطه. فلا بس الناس اللي بتشتغل بضمير دلوقتي قليلين. وبعدين احنا للاسف انه كان في ناس كثيره بتعتقد انه الايجيبشن ديزاينرز دايما مش بياخدوا بالهم من تفاصيل شغلهم، او ان احنا لسه معظمنا برضه صغير، في كتير صغيرين، فلا مش مهتمين، لا مش كده. فيكفي ان احنا تو ادرس انه لا احنا نقدر، ونقدر نبقى شغالين كويس قوي، ونقدر نبقى بنكمبيت. ويعني بالعكس احنا وي هاف ذا كابابيلتيز، رغم ان احنا ممكن ما نبقاش منفتحين زي بره اكتر. يعني ما عندناش كل الريسورسز زي بره، ما عندناش مثلا لسه برضه اتس فيرجن ماركت. رنا شكرا جدا لمداخلتك، واحنا بجد سعدة ان انت معانا النهارده، ويعني قمه الموهبه وقمه الابداع في تفصيلك وتفاصيلك كلها، ويا رب دايما كده بقى فساتين كتير وابداعات كتير في تصميماتك. شكرا ليكي يا رنا. انا عاجبني